بسم الله الرحمن الرحيم. نقرأ شهيد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله تعالى أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم وهو معرفة الله. الأولى العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. إلا هذه السورة لكفتهم. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة إلا هذه السورة لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله تعالى: عندك شيء؟ ما وانت يا عبد الرحمن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. يقول شيخ الاسلام محمد بن الوهاب رحمه الله: يعلم انه يجب عليه تعلم اربع مسائل. وهذه المسائل التي يقال انها انه يجب على الانسان ان يتعلمها هي في الحقيقه تشمل الدين كله، وهي معرفه الله عز وجل في القلب معرفه تستلزم قبول ما شرعه والإذعان له وتحكيم شريعته التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم. والثاني العمل به، العمل بما تقتضيه هذه المعرفة من العبادات الخاصة والعبادات المتعدية. العبادات الخاصة مثل الصلاة والصوم والحج، والعبادات المتعدية كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله وما أشبه ذلك. الثالث الدعوة إليه. الدعوة إليه أي إلى ما جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم من شريعة الله على مراتبها الثلاث أو الأربع التي ذكرها الله تعالى في قوله: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. والرابعة قوله تعالى: ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. ولا بد لهذه الدعوة من علم، من علم بشريعة الله عز وجل حتى تكون دعوته عن علم وبصيرة ويتحقق فيه ما ذكره الله تعالى في قوله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ومجالات دعوتي إليه كثيرة، منها الدعوة إلى الله تعالى بالخطابة وإلقاء المحاضرات، ومنها الدعوة إلى الله بالمقالات التي تنشر في الصحف السائرة، ومنها الدعوة إلى الله بحلقات الذكر تعليم خواص الطلبة، ومنها الدعوة إلى الله بالتعليم ونفي الدين عن طريق التعليم.
ومنها الدعوة إلى الله تعالى في مجالس خاصة، إذا جلس الإنسان مجلسا عاديا في دعوة أو نحوها، ففي هذا مجالس للدعوة إلى الله عز وجل، ولكن ينبغي أن تكون على وجه لا ملل فيه ولا إثقال، ويحصل هذا بأن يعرض مسألة علمية على الجالسين ثم تبتدئ المناقشة. ومعلوم أن المناقشة والسؤال والجواب لها دور كبير في فهم ما أنزل الله على رسوله وتفهيمه، قد يكون أكثر فعالية من إلقاء الخطبة أو المحاضرة إلقاء مرتب كما هو معروف. الأمر الرابع الصبر على الأداحين، صبر يعني حبس النفس عن التسخط والضجر والملل، بل يكون نشيطا دائما في ذلك وإن وجد، لأن الأذية أعني أذية الداعين إلى الخير من طبيعة البشر إلا من هدى الله. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم الصلح. وكلما قويت الأذية قرب النصر، وليس النصر مختصا بأن ينصر الإنسان في حياته ويرى أثر دعوته، بل النصر يكون ولو بعد موته، بأن يجعل الله في قلوب الخلق قبولا لما دعا إليه وأحسن به وتمسكا به، فإن هذا يعتبر نصرا لهذا الداعية وإن كان ميتا. ثم استدل المؤلف رحمه الله بهذه الصورة، بهذه الصورة التي أقسم الله بها، التي أقسم الله فيها بالعصر الذي هو الدهر، وهو محل الحوادث من خير وشر. فقال: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فأقسم الله عز وجل بذلك على أن الإنسان، كل الإنسان في خسر إلا من استقر في هذه الصفات الأرض، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، يعني جمعوا هذه الصفات الأربع: آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الإمام الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله على عباده حجة إلا هذه السورة لفتهم، وذلك لأن العاقل البسيط إذا سمعها فلا بد أن يسعى لتخليص نفسه من الكفران، وذلك باتصافه بهذه الصفات الأربع. والشافعي رحمه الله لا يرد بذلك أن هذه السورة كافية للخلق في جميع الشريعة، ولكنه يريد أنها كافية للخلق في الحث على التمسك بدين الله بالإيمان والعمل الصالح والدعوة إلى الله والصبر على ذلك. هذا المراد رحمه الله. الشيخ سؤال ما بي سمعنا يا شيخ أنه في أن تفرق تعرف بين الوجوب وبين الإيجاب، ما أدري يا شيخ. ما الإيجاب وصف للموت، والوجوب وصف للحكم، فيقال هذا الحكم وصف الوجوب بل استحباب، ويقال هذا
الله تعالى أوجب على عباده كذا وقت. فالإيجاب وصف للمشرع والوجوب وصف للحكم المشرع. نعم شيخ. طيب الشيخ ذكر هنا عبارة الإمام الشافعي وقرأنا في كتاب ناقد الشافعي تحقيق الشيخ ملا خاطر رحمه الله، يقول يا شيخ ذكر عبارة هذه نفسها: لو ما أنزل لو تدبر الناس ما في هذه السورة لكفتها. هذه العبارة الإمام الشافعي ذكرها من الأخير في مناقب الشافعي. والشيخ نود تعريف أقول لا فرق بين العبارتين، لأن لو تدبر الناس هذه السورة لكفتهم هي معنى قول لو ما أنزل الله على عبادي حجة إلا هذه السورة لكفتهم. شوف ما هو تعريف الأصل؟ هو قال الأصول الثلاثة. ما هو تعريف الأصل؟ الأصول الثلاثة الأصول جمع أصل، والأصل يطلق عدة إطلاقات منها ما يبنى عليه غيره. وهذه الأصول الثلاثة يشير بها إلى الأصول التي في السلام، إلى الأصول التي يسأل الإنسان فيها عنها في قبره: من ربك وما دينك ومن نبيك. طيب إعراب الأصول الثلاثة هذه الجملة ألفها لنا. كيف ألفها؟ ألفها لنا. ما لها إعراب؟ ما فيها إعراب إلا إذا كانت مركبة، فإذا كانت ترجمة مثلا إجاز فيها الرفع على أنها خبر مثل المحذوف، فهذه هي الأصول الثلاثة. وإجاز فيها النص على أنها مفعول 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 المحذوف، تقدير ألف سنة. هذا جميل. التقدير اقرأ هذه الأصول الثلاثة. ما تعرف العلم؟ العلم العلم هو وصف ينكشف به ما كان خفيا، وقيل إن العلم إدراك الشيء وعليك إدراك الشيء على ما هو عليك، فخرج بذلك عدم الإدراك وهو الجهل البصير، وخرج أيضا إدراكه على خلاف ما هو عليه وهو الجهل المركب. إيه؟ شيخ بالنسبة للبسملة لفظة اسم مشتقة من أي يعني؟ الراجح اشتقاقه الراجح أنها مشتقة من المعنيين، من السمو ومن السنة. شيخ كيف التمييز؟ يعني ابتداء ما هنا، لكن يكون الدخل الحالي نعم السرير قبل منه الله ونسأل الله لنا ولكم التوفيق. بارك الله فيك. والنبي كان على خوف قبل الحدث في الحكم الفوقاني. ايه سورة يا شيخ؟ سورة تهمي اني لبست جورة اني خلصت في الحدث. خلصنا لبست جورة في صلاة الصبح، وفي أثناء النهار قبل أن أصبح لبس عليه جورة آخر. فالحكم من فوق يعني نستمسح الآن هذا قبل الحدث قبل يعني قبل أن يقول أو يتغور. طيب وإذا كان بعد الحدث الشيخ بعد الحدث الحكم الأول ولو كان لبس عليه فوق ولا لبس الفوقان إلا أنك إذا لبسه على طهارة ففيها خلاف، واختحوه أنه الحكم من فوق. يعني الطيب يشوفوا إذا أردت أني أمسح الحل الأول يعني مثلا لا بأس. وكذلك السنادق، والسنادق مثل الخصال مثلا مسحت على السنادق ثم بعد ذلك مسحتها عند النوم مثلا. إيه ما أمسح على الجور؟ إذا قمت ما أمسح على الجور ما أمسح على الجور. طيب بالنسبة لشكل المقيمة إذا أراد السفر كم مسح المسافة؟ ما لم تنتهي المدة إذا سافر مسحه الصحيح ما لم تنتهي المدة. طيب وإذا انتهت المدة يقول إن قبل السفر يخلع ثم تبتدي المدة حق السفر. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: قال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى:
فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. اعلم رحمه الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الثلاث مسائل والعمل بهم. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو الدرس الثاني من الدروس في الأصول الثلاثة. يقول البخاري رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل. ثم استدل بقوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وللمؤمنين والمؤمنات. فبدأ بالعلم قبل العمل، وهذا دليل أثري يدل على أن الإنسان يعلم أولا ثم يعمل ثانيا. وهناك دليل نظري عقل يدل على أن العلم قبل القول والعمل، وذلك لأن القول والعمل لا يكون صحيحا مقبولا حتى يكون على وفق الشريعة. ولا يمكن أن يعلم الإنسان أنه على وفق الشريعة إلا بالعلم. ولهذا يجب على الإنسان أن يعلم ثم يعمل. لكن هناك أشياء يعلمها الإنسان بفطرته، وهو العلم بأن الله إله واحد، فإن هذا قد فطر عليه الأب، ولهذا لا يحتاج إلى عناء كبير في التعلم. أما المسائل الجزئية المنتشرة في الفقه فهي التي تحتاج إلى تعلم وتكريس جهود. ثم ذكر المؤلف رحمه الله مسألة مهمة صدرها بالأمر بالعلم، فقال: واعلم أن الله سبحانه وتعالى خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا. أما قوله خلقنا فأمر دليله سمعي وعقلي. أما السمعي فكثير، مثل قوله تعالى: الله خالق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأما الدليل العقلي على أن الله وحده هو الذي خلقنا ففي قوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فإن الإنسان لم يخلق نفسه، لأنه قبل وجوده عدم، والعدم ليس بشيء، وما ليس بشيء لا يوجد شيئا. ولم يخلقه أبوه ولا أمه ولا أحد من الخلق، ولم يكن يأتي حدثة بدون موجب، فتعين بهذا أن يكون الخالق هو الله تعالى وحده. وأما كونه رزقنا فأدلته أيضا كثيرة من الكتاب والسنة ومن العقل أيضا. قال الله تعالى: ما أريد منهم رزق وما أريد أن يطعموني، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال تعالى: قل من يرزقكم من السماوات والأرض، قل الله. قل من يرزقكم من السماء والأرض من السماء والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. والآيات في هذا كثيرة، وكذلك الأحاديث، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: الجنين يبعث إليه ملك
فيمر بأربع كلمات بكسب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. وأما الدين العقل على الله الذي رزقنا فلأننا لا نعيش إلا على طعام وشراب، والطعام والشراب أنشأه الله عز وجل كما قال الله تعالى: أفرأيتم ما تزرعون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء جعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. وفي هذه الآيات بيان أن رزقنا طعاما وشرابا من عند الله عز وجل. وأما قوله رحمه الله ولم يتركنا هملا فإن هذا هو الأمر الواقع الذي تدل عليه الأدلة السمعية والعقلية. أما السمعية فمنه قوله تبارك وتعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وقوله: أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل من الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموت. وأما العقل فلأن وجود هذه البشرية لتحيا ثم تتمتع كما تتمتع الأنعام ثم تموت إلى غير بعث وحساب أمر لا يليق بحكمة الله عز وجل، بل هو عبث محض ولا يمكن أن يخلق الله هذه الخليقة ويرسل إليها الرسل ويبيح لنا بناء المعارضين المخالفين للرسل عليهم الصلاة والسلام. فهذا مستحيل على حكمة الله عز وجل. وأما قوله رحمه الله فالأرسل إلينا رسولا فهذا حق، فإن الله أرسل إلينا معشر هذه الأمة أمة محمد رسولا يتلو علينا آيات ربنا ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة كما أرسل إلى من قبلنا. قال الله تبارك وتعالى: وإني أمة إلا خلا فيها نذير. ولا بد أن يرسل الله الرسل إلى الخلق لتقوم عليهم الحجة وليعبدوا الله بما يحبه ويرضاه. قال الله تبارك وتعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده إلى أن قال: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. ولا يمكن أن نعبد الله بما يرضاه إلا عن طريق الرسل، لأنهم هم الذين بينوا لنا ما يحبه الله ويرضاه وما يقربنا إليه عز وجل. فلذلك كان من حكمة الله ورحمته أيضا أن أرسل إلى الخلق رسلا مبشرين ومنذرين. وقوله رحمه الله: فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، حق يستفاد من قوله تعالى: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ومن قوله تعالى: في من عصاه وعصى رسوله ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، ومن يعص الله ورسوله يدخله نارا خالدا فيها
وله عذاب مهين. ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدا فيها أبدا. والآيات في هذا المعنى كثيرة. السلام عليكم. سؤالي بس ما هو مقدار العلم الذي يكون يؤهل الإنسان بالدعوة إلى الله عز وجل؟ ليس له حد محدود، لأن الإنسان يدعو إلى الله بما علم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. فالدعوة إما يكون الإنسان متأهلا لها تأهلا مطلقا وهو الذي عنده علم كثير، أو تأهلا مقيدا بمسائل معينة. وفي كلتا الحالين يدعو الإنسان بحسب علمه. قدم إليك فضيلة الشيخ أنا موظف في جمهورية قطر جدة بسؤال حول عملي في قطاع الجمارك، وتعلمون ما بهذا القطاع من أهمية. محمد بن صالح العثيمين، أنا موظف في جمهورية مطار جدة بسؤال حول عملي في قطاع جمهورية جدة، وتعلمون ما بهذا القطاع من أهمية، لأن له أهداف اقتصادية واجتماعية وأمنية. ولعلي أطرح عليكم يا فضيلة الشيخ سؤالي الشامل على صورة ست أسئلة مع التوضيح لكل سؤال كما يلي: هل يعتبر تحصيل الرسوم الجمركية على الواردات والصادرات من وإلى المملكة من البضائع من المكوك؟ ما العلم يا فضيلة الشيخ أن هذه الرسوم يقوم التجار بإضافتها إلى ثمن البضاعة الاستهلاكية للأفراد، بمعنى أن قيمة الرسوم يعني يتحملها المواطن بشكل غير مباشر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا شك أن هذا المجال الذي ذكرته قد يكون فيه خير كثير لمنع الأشياء الممنوعة شرعا، كما هو معروف. وأما ما يتعلق بالأمور الأخرى فإني أرى أن توجه هذا السؤال إلى دار الإفتاء في الرياض حتى يتبين الأمر لك. ولعل السؤال الثاني، أود أن أوضح لفضيلتكم أن عملي في أحد أقسام الجمرك ويتعلق بتفتيش الركاب القادمين من الخارج وكذلك البضائع، مع العلم أن الهدف من التفتيش ليس تحصيل الرسوم الجمركية، ولكن الهدف هو منع دخول المهربات والمستجرات والمسكرات وغيرها. هل هذا العمل يعتبر من الإعانة على أحد المكوس؟ أفيدونا فضلكم الله. ليس هذا مما يكون فيه إعانة على المكوس، ولكنه فيه منع للشرع الذي قد يكون مخبئا في أمتعات هؤلاء القادمين، وكذلك منع الشر الذي يتضح أنه من الشر كالمخدرات وغيرها. نعم. السؤال الثالث، ما رأي فضيلتكم في العمل بقطاع الجمارك، ما العلم أنه يمكن توجيهه بقرار إداري من مصلحة الجمارك إلى أي قسم من الأقسام الأخرى؟ هذا يرجع إلى ما تراه أنت وتستشير فيه إخوانك الذين تثق به. يعني كل واحد فيها يعني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الثالثة:
أن من أطاع الرسول رحمه الله الثانية يعني من القواعد الأربع أن الله سبحانه وتعالى لا يرضى أن يكره معه في عبادته أحد. ودليل ذلك ما ذكره المؤلف رحمه الله من قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فنهى الله سبحانه وتعالى أن يكره الإنسان مع الله أحدا ولا ينهى عن شيء إلا وهو لا يرضاه سبحانه وتعالى. وقال الله تعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تكفروا يرضه لكم. وقال تعالى فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. فالكفر والشرك لا يرضاه الله سبحانه وتعالى، بل إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب لمحاربة الكفر والشرك والقضاء عليه. قال الله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وإذا كان الله تعالى لا يرضى الكفر والشرك فإن الواجب على المؤمن أن لا يرضى فيهما، لأن المؤمن رضاه وغضبه تبع لرضا الله تعالى وغضبه، فيغضب لما يغضب الله ويرضى لما يرضاه الله عز وجل. وكذلك إذا كان الله لا يرضى الكفر ولا الشرك فإنه لا يرضى بالمؤمن أن يرضى بهما. والثالثة قال المصنف رحمه الله تعالى الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له أن يوالي من حاد الله ورسوله، لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. الثالثة أن من أطاع الله ورسوله فإنه لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله وموادته ولو كان أقرب قريب إليه، لقول الله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. وذلك لأن الموالاة من حاد الله ورسوله وموادته تدل على أن ما في قلب الإنسان من الإيمان بالله ورسوله ضعيف، لأنه ليس من العقل أن يحب الإنسان شيئا هو عدو لمحبوبه أبدا. وموالاة النصارى بل وموالاة الكفار تكون بمناصرتهم ومعاونتهم على ما هم عليه من الكفر والضلال، وموالاتهم تكون بفعل الأسباب التي تكون بها مودتهم، فتجد يوادهم أن يطلبوا ودهم في أي وسيلة كانت، وهذا لا شك مناسب إما للإيمان كله وإما لكماله
فالواجب على المؤمن معاداة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريبين إليه وبغضه والبعد عنه، ولكن هذا لا يمنع من نصيحته ودعوته إلى الحق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: اعلم ارشدك الله لطاعته ان الحنيفيه مله ابراهيم ان تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك امر الله الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ومعنى يعبدون يوحدون، واعظم ما امر الله به التوحيد وهو افراد الله بالعباده، واعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوه غيره معه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: قال رحمك الله ان الحنيفيه مله ابراهيم هي أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. الحنيفية هي الملة النائلة عن الشرك المبنية على الإخلاص لله عز وجل، وهي ملة إبراهيم أي طريقه الديني الذي يسير عليه عليه الصلاة والسلام، هي أن تعبد الله مخلصا له الدين بحيث لا تعبد معه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. والعباده هي التذلل لله عز وجل محبة وتعظيما بفعل اوامره واجتناب نواهيه، مثل الصلاه والذبح والنذر والتوكل وغير ذلك من انواع العباده. والعبادة تطلق على معنيين: أحدهما التعبد لله عز وجل، وذلك فعل العبد، وهو التذلل لله محبة وتعظيما بفعل أوامره واجتناب نواهيه. والثاني المتعبد به، وعلى هذا المعنى نقول إن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. قال الله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال الله تعالى: ومن يراد عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه: أسلم. قال: أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اقرأ العبادة. قالوا: بذلك أمر الله جميع الناس خلقوه له، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يوحدون. وبذلك يعني بالحنيفية السمحة من بني إبراهيم أرسل الله الرسل، كما قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا أن يوحي إليه أنه لا إله إلا أنا تعبدون. وبين الله عز وجل في كتابه أن الخلق إنما خلقوا لهذا، فقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال المؤلف رحمه الله: ومعنى يعبدون يوحدون، يعني أن التوحيد من معنى العبادة، وإلا فقد سبق لك معنى العبادة وعلى أي شيء تطلق. والخلق كلهم يعبدون الله عز وجل
كما قال تعالى والله يسجد من في السماوات ومن في الارض طوعا وكرها. وهذا السجود الكوني, واما السجود الشرعي فقد قال الله عز وجل ولله يسجد ما في السماوات وما في الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهدي الله فما له من مكرم ان الله يفعل ما يشاء. قال واعظم ما امر الله به التوفيق وهو افراد الله بالعباده, واعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوه غيره معه, والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. نعم, يقول رحمه الله ان اعظم ما امر الله به التوحيد واعظم ما نهى عنه الشرك. التوحيد قال المؤلف رحمه الله هو افراد الله بالعباد, اي ان تعبد الله وحده لا تشرك به شيئا, لا تشرك به نبيا مرسلا ولا ملكا مقربا ولا رئيسا ولا ملكا ولا احد من الخلق, تشركه وحده عز وجل في العباده محبه وتعظيما وغضبا ورهبه. واعظم ما نهى الله عنه الشرك, وذلك لان اعظم الحقوق عليه هو حق الله عز وجل, فاذا فرطت فيه فقد فرطت في امر هو اعظم الامور وهو توحيد الله عز وجل. قال الله تعالى ان الشرك لظلم عظيم, وقال النبي عليه الصلاه والسلام اعظم الذنب ان تجعل الله ندا وهو خلقك. ثم استدل المؤلف لامر الله تعالى بالعباده ونهي عن الشرك بقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا, فامر الله تعالى بعبادته ونهى عن الشرك به, وهذا يتضمن اخلاص العباده له وحده. فمن لم يعبد الله فهو كافر مستكبر, ومن عبد الله وعبد معه غيره فهو كافر مشرك, ومن عبد الله وحده فهو مسلم مشرك. قال فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على العبد أن يكون معرفتها, فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نعم, يقول رحمه الله فإذا قيل لك ما هي الأصول الثلاثة التي يجب على العبد معرفتها, أورد هذه المسألة في صورة السؤال, وذلك من أجل أن ينتبه الإنسان لها لأنها مسألة عظيمة وأصول كبيرة. قال إذا قيل لك ما الأصول التي يجب على الإنسان معرفتها, فقل هي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وإنما قال إن هذه الأصول الثلاثة التي يجب أن نسلم معرفتها لأنها هي الأصول التي يسأل عنها المرء في قبره إذا دفن وتولى عنه أصحابه أتاه ملكان فأقعداه فسأله من ربك وما دينك ومن نبيك. فأما المؤمن نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم فيقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد. وأما المرتاد أو المنافق فيقول ها ها لا أدري إن الناس يقولون شيئا فقل. ومعرفة الله عز وجل تكون بأسباب, منها النظر والتفكر في مخلوقاته عز وجل, فإن ذلك يؤدي إلى معرفته وعظيم سلطانه وتمام قدرته وحكمته ورحمته. قال الله تعالى أفلم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء,
وقال الله تعالى قل إنما أعظكم بواحد أن تقوموا بالله مثنى وفرادى ثم تتذكروا. وقال الله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات الليل والنهار. ومنها أي من أسباب معرفة الله النظر في آياته الشرعية وهي الوحي التي جاءت فيه الرسل عليه الصلاة والسلام فينظر في هذه الآيات وما فيها من المصالح العظيمة التي لا تقوم حياة الخلق في الدنيا ولا في الآخرة إلا بها. فإذا نظر فيها وتأملها ووجد انتظامها وموافقتها لمصالح العباد عرف بذلك ربه عز وجل كما قال الله تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ومنها ما يوحى الله عز وجل في قلب المؤمن من معرفة الله من معرفة الله سبحانه حتى كأنه يرى ربه رأي العين. قال النبي عليه الصلاة والسلام جوابا الله قال النبي صلى الله عليه وسلم حين سأله الجنين ما الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وأما معرفة الإنسان دينه فيعرف ما تضمنه دين الإسلام من الحكمة والرحمة ومصالح الخلق ودائم النفاق عنه. ودين الإسلام من تأمله حق التأمل تأملا مبنيا على الكتاب والسنة فلما عرف أنه دين حق وأنه الدين الذي لا تقوم مصالح الخلق إلا به. ولا ينبغي أن نقيس الإسلام بما عليه المسلمون فإن المسلمين قد فرطوا في أشياء كثيرة وارتكبوا محاذير عظيمة حتى كأن العائد بينهم كأن العائد بينهم في بعض البلاد الإسلامية يعيش في جو غير إسلامي. وأما معرفة الإنسان نبيه صلى الله عليه وسلم فتحصل بدراسة حياة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه من العبادة والأخلاق والدعوة إلى الله عز وجل والجهاد في سبيله وغير ذلك من حياته عليه الصلاة والسلام. ولهذا ينبغي لكل إنسان يريد أن يزداد معرفة بنبيه وإيمانا به أن يطالع من سيرته صلى الله عليه وسلم ما تيسر في حربه وسلمه وشدته ورخائه وجميع أحواله. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المتبعين لرسوله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا وأن يتوفانا على ذلك إنه وليه والقادر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له فإذا قيل لك بما عرفت وإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته وهو المعبود ليس من معبود سواه. والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين فكل ما سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم. فإذا قيل لك بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني بنعمته وربى جميع العالمين رباني وربى جميع العالمين بنعمته وهو معبودي
ليس لي معبود سوى، والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، فكل من سوى الله عالم وانا واحد من ذلك العالم، فكل من سوى الله عالم وانا واحد من ذلك العالم. يقول رحمه الله اذا قيل لك من ربك، يعني من هو ربك الذي خلقك وامدك واعدك ورزقك، من هو الله من هو ربك؟ فقول ربي الله وحده لا شريك له، الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته التربيه، هي عباره عن الرعايه التي يكون بها تكون المرب. ويذكر كلام المؤلف رحمه الله ان الرب مأخوذ من التربيه، لانه قال الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته، فكل العالمين قد رباهم الله بنعمته واعدهم لما خلقوا له وامدهم برزقه. قال الله تبارك وتعالى في محاوره موسى وفرعون، قال فرعون فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فكل احد من العالمين قد رباه الله عز وجل بنعمته. وقال مالك رحمه الله وهو معبود ليس لي معبود سوى، هو هو الذي اعبده واتذلل له خضوعا ومحبه وتعظيما، افعل ما يامرني به واترك ما ينهاني عنه. ليس لي معبود سوى اي ليس لي احد اعبده سوى الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. وقال تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه وذلك دين القيمة. ثم تجلى المؤلف رحمه الله لكون الله سبحانه وتعالى مربي، لكون الله تعالى مربيا لجميع الخلق، تجلى بقوله تعالى الحمد لله رب العالمين، يعني الوصف بالكمال والجلال والعظمة لله تعالى وحده رب العالمين، أي مربيهم بالنعم وخالقهم ومالكهم والمدبر لهم كما يشاء عز وجل. قال رحمه الله فكل من سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم. فالعالم كل من سوى الله، وكونوا عالما لأنهم عالم على خالقهم ومالكهم ومدبرهم، ففي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. يقول المصنف رحمه الله تعالى فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما. والدليل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. يقول مالك رحمه الله فإذا قيل لك بما عرفت ربك أي بأي شيء عرفت الله عز وجل، فقل بآياته ومخلوقاته. الآيات جمع آية وهي العلامة على الشيء التي السلام التي تدل عليه وتبينه. وآيات الله عز وجل نوعا كونية والشرعية، فالكونية هي المخلوقات والشرعية هي الوحي الذي أنزله الله على رسله. وعلى هذا فيكون قول المؤلف رحمه الله في آياته ومخلوقاته، يكون قول مخلوقاته من ذات عطف خاص على العام. إذا فسرنا الآيات بأنها الآيات الكونية والشرعية، أو من باب عطف المباين المغاير إذا خصصنا الآيات بالآيات الشرعية. وعلى كل
فالله سبحانه وتعالى يغرق في آياته الكونية وهي المخلوقات العظيمة وما فيها من عجائب الصنعة وبالغ الحكمة، وكذلك يغرق في آياته الشرعية وما فيها من العدل والاستناد على المصالح ودفع المفاسد. عرفه بآياته ومخلوقاته، ومن آياته أي من آياته الكونية العظيمة الشمس والقمر والسماوات سبع والأرضين سبع ومن فيهن وما بينهما، كل هذه من آيات الله عز وجل الدالة على كمال القدرة وكمال الحكمة وكمال الرحمة. الشمس والقمر، الشمس آية من آيات الله عز وجل بكونها تكون خيرا منتظما بديعا منذ خلقها الله عز وجل والى ان يحن الله تعالى بخراب العالم، تكون بمشقة الله كما قال تعالى والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. وهي من ايات الله تعالى بحجمها واثارها، اما حجمها فعظيم كبير، واما اثارها فما فيها من المنافع للاجسام والاسكار والانهار وغير ذلك.